إن خرجت من هنا فإلي أكمل طريقي إلى مكة. أرجوك يا أبي لا تفعل. أرجع عن مكة إن رجعت أنت عنها، أما هذه فلا. إذا التقيتك في مكة يا كليب ووقع سيفك على سيفي، أذود عن ابن الزبير وأحول دونه وأردك عنه، أتقتلني عندها؟ أعفني من إجابة هذا، بل أريد أن أسمعها. ألا ترى أنني قدت هذا الجيش لإزالة دولة ابن الزبير؟ أرى ذلك، وإن غايتي ابن الزبير. هو غايتك، وأنت تحول بيني وبين غايتي. إن كان الأمر كذلك أقتل من يحول بيني وبين بلوغ غايتي. أرحتني يا كليب. الآن أعرف إلى أين أمضي.